بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ماط أنتر، قناة ديال الرياضيات بالنسبة للسيك الثانوي الإعدادي. دونك في الفيديو السابق حاولنا أننا نتكلموا على الدالة الخطية، دونك كنظن بلي أننا عطيناها حقها من الشرح، درنا تقريبا شي ساعة. دونك غادي نحاولوا أننا نطرقوا الآن الدالة التآلفية. دونك الدالة الخطية، الدالة الخطية قلنا أنها تكتب على شكل بصفة عامة، الدالة الخطية نعبر عنها بالعلاقة التي تربط X بالعدد AX، وقلنا بلي كنكتبوها على هذا الشكل F لX تساوي AX. دونك هنا جوج كتابات هذو بحال بحال. دونك هنا كنقولوا بلي أن العلاقة F دالة التي تربط كل عنصر X بالعدد AX، AX قلنا كيتسمى الصورة، يا اما كنختاروا هذه الكتابه ولا كنختاروا هذه الكتابه. دونك هما راهم بحال بحال، كاينوا نفس الشيء. دونك اف دي اكس تساوي ا اكس، هذه هي الداله الخطيه. وشفنا بزاف ديال الخصائص اللي كتميزهم الداله الخطيه، بين هذه الخاصيه ان التمثيل المبياني ديالها هو عباره عن مستقيم يمر من اصل المعلم. الان غادي نحاولوا نطرقوا ان شاء الله في هذه الفقره هذه الداله التالفيه. دونك الداله التالفيه دونك هي كذلك علاقة تربط بين عددين، علاقة تربط بين العدد X والعدد AX زائد B. هنا كتزيد واحد العدد آخر اللي هو العدد B. مثلا ناخذ مثال دونك غادي نشوفوا مثلا F ل X تساوي مثلا 2X زائد 3. دونك هاد f لx تساوي 2x زائد 3، هاد f هي عبارة عن علاقة. نقدروا ناخذ هنا جوج ديال المجموعات، مجموعة E مجموعة الانطلاق، المجموعة الثانية هي المجموعة f مجموعة الوصول. دونك العلاقة f اللي كتربط لي ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، طبيعة الحال المجموعة منين كتكون؟ المجموعة الأولى كتكون من أعداد. دونك مثلا ناخذ الأعداد، مثلا 0 ناقص 1 ناقص 5 4، مثلا نقدروا ناخذ الجذر المربع إلى آخره، نقدروا ناخذ عدد كسري مثلا 1 على 2. هادو غير امثله فقط باش نشرحوا اكثر العلاقه ديال الداله اف اللي هي في هذا المثال هذيك، ان هي داله تالفيه ماشي داله خطيه، لان زائد هاد بلس بي زائد بي. دونك الا عطيناها حنا الصفر، الا عطينا هنا في المكان ديال اكس عطينا الصفر، دونك شنو غادي تولي؟ غتولي 2 في 0 اللي هي 0 زائد 3. دونك هنا غادي تعطيني العدد 0 ستربطه هي بالعدد 3. انا الا عطيتها 0، إذا دخلت قمت بإدخال العدد 0 سأحصل على العدد 3 كنتيجة. إذا دخلنا لها الآن ناقص 1، إذا درنا في المكان ديال X ناقص 1، دونك شنو غتولي لنا؟ تولي لنا 2 في ناقص 1 زائد 3. دونك 2 في ناقص 1 هي 2، هي ناقص 2 عفوا، زائد 3 تعطينا 1. دونك إذا عطينا حنا ناقص 1 هي غتعطينا كنتيجة العدد 1. إذا عطيناها العدد ناقص 5 شنو غتعطينا هي كنتيجة؟ دونك غادي تضرب 2 في ناقص 5 غتعطيها ناقص 10، ناقص 10 زائد 3 غتولي ناقص 7. دونك هنا غادي نحصلو على ناقص 7، دونك العدد اللي تربط بناقص 7. إلا عطيناها 4، دونك 2 في 4 8، 8 زائد 3 11، دونك 4 غادي تعطيها 11. إلا عطيناها حنايا مثلا هنا 1 على 2، العدد 1 على 2 عفوا، إلا عطيناها العدد 1 على 2، دونك 2 في 1 على 2، دونك ملي كنضربوا العدد في المقلوب ديالو 2 في 1 على 2 تعطينا 1، 1 زائد 3 هي 4، دونك غادي نحصلوا على النتيجه 4. دونك هذه العلاقه ماشي بحال العلاقه اللي كانت قبيله، انك تعطيني مثلا نعطيها اكس وهي تعطيني ا في اكس، لا، هذه العلاقه هذه كنعطيوها حنا اكس هي كتعطينا 2 في اكس يعني ا في اكس، ولكن كتزيد واحد العدد اخر اللي هو العدد مثلا في هذا المثال 3. دونك نقدروا نديروها على شكل جدول كما درنا قبيله، نرسم واحد الجدول. دونك غادي نحاول نرسم جدول بالتقريب. نسحب هادو عندما نديرو بيه. دونك هنا غادي نديرو اكس وهنا غادي نديرو اف ل اكس، يعني حنا الا عطيناها اكس شنو غتعطينا هي كنتيجه. دونك اعيد، دونك الا عطيناها 0 تعطي 3، حنا عطيناها ناقص 1 عطاتني 1، الا عطيتها ناقص 5 عطاتني ناقص 7 الى اخره. دونك في المجموعه ديال الانطلاق، المجموعه ديال الانطلاق غادي نديرو
صفر ناقص واحد ناقص خمسة أربعة واحد إلى جوج. غادي نكتبهم صفر ناقص واحد، دونك الخانة الأولى صفر، الخانة الثانية ناقص واحد، الخانة الثالثة نكتبو ناقص خمسة، الخانة الموالية عفوا قصد ناقص خمسة، موراها ربعة أنا ناقص خمسة، ثم أخيرا واحد إلى اثنان. دونك شوفوا النتائج اللي حصلنا عليها، النتائج اللي حصلنا عليها عفوا نرجع للور، النتائج اللي حصلنا عليها دونك صفر الصورة ديالو هي ثلاثة، إلا عطيناها حنا صفر هي غتعطينا ثلاثة، إلا عطيناها ناقص واحد غتعطينا واحد، إلا عطيناها ناقص خمسة غتعطينا ناقص سبعة، إلا عطيناها العدد ربعة غتعطينا حداش، وإلا عطيناها واحد على اثنان غتعطينا أربعة. غادي نشوفوا الان واش هناك علاقه تناسب، واش الاعداد ديال السطر الاول، هل اعداد السطر الاول متناسبه مع اعداد السطر الثاني، هل هناك تناسب، واش كاين شي علاقه اللي تقدر انني يعني واش كاين شي عدد اللي نقدر انني نضرب فيه هاد الاعداد الكاملين وغادي نحصل على هاد الاعداد كاملين. شكون هو العدد اللي غادي نضربوه في صفر ونبقاو ثلاثه؟ انا اصلا ما كاينش، واش كاين شي عدد نضربوه في صفر ونلقاو ثلاثة؟ لا. نفترضوا مثلا ما بديناش بهادو، نفترضوا باللي بديناش بهادي، نفترضوا مثلا بدينا بالخانة الثانية بهادو، شكون هو العدد اللي غادي نضربوه في ناقص واحد؟ شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في ناقص واحد ونلقاو واحد؟ باش ندوزو من ناقص واحد لواحد غادي نضربوه في ناقص واحد، دونك هاد ناقص واحد اللي كاينه هنا إلا ضربناها في ناقص واحد غادي نحصلوا على هاد الواحد اللي كاين هنا، ولكن كيفاش غادي نديرو نحصلوا انطلاقا من ناقص خمسة ندوزو لناقص سبعة؟ كيفاش نديرو نوصلوا من ناقص خمسة لناقص سبعة؟ دونك إلا كانت علاقة ديال التناسبية راه خصني نضرب في نفس العدد، باش دوزنا من ناقص واحد العدد واحد ناقص واحد ضربناه في ناقص واحد حصلنا على واحد. دونك باش نقولوا بلي ان الجدول تناسبيه، باش تكون هناك تناسبيه يعني عدد السطر الاول متناسب مع عدد السطر الثاني، خص هاد ناقص خمسة نضربوها حتى هي في ناقص واحد باش نلقاو هاد النتيجه، ولكن هادشي ما يمكنش. ناقص خمسة الا ضربناها في ناقص واحد غادي نلقاو خمسة، ربعة الا ضربناها في ناقص واحد غادي نلقاو ناقص ربعة ما نلقاوش 11، واحد على اثنان ضربناها في ناقص واحد غادي نلقاو ناقص واحد على اثنان ما نلقاوش 4. دونك هذا الجدول، هذا الجدول لا يمثل ولا لا يعبر عن التناسبية، لا يمثل جدول تناسبي، كيمثلنا جدول ديال التناسبي. دونك هذا هو الفرق ما بين الدالة الخطية والدالة التألفية. الدالة الخطية تعبر عن تناسبية، الدالة الخطية تمثل تناسبي، الدالة التألفية ما كتعبرش على التناسبي بصفة عامة. دونك غادي ناخذ امثله، دونك نفس الاسئله كتتكرر مع الداله التالف مع الداله الخطيه، غادي نعاودو لها مع الداله التالفيه. غادي يعطينا واحد الداله مثلا اف ل اكس تساوي مثلا 5 اكس زائد 4، دونك هذا غير مثال، مثال اف ل اكس تساوي 5 اكس زائد 4. دونك غادي يقولك مثلا احسب اف ل 0 اف مثلا لواحد اف لناقص ثلاثة اف لناقص سبعة اف مثلا خمسة على أربعة إلى آخره، نقدر نديرو أمثلة كثيرة. دونك هنا اف لصفر، اف لصفر تساوي ماذا؟ دونك هنا عندنا اف لإكس تساوي خمسة إكس زائد أربعة، يعني ان هذه العلاقه اف الا حنا قمنا بالاعطاء ديالها يعني اعطيناها اكس يساوي صفر شنو غتعطينا هي كنتيجه؟ دونك حنا بصفه عامه الا عطيناها اكس كتعطينا هي كنتيجه 5 في اكس، دونك العدد اللي كنعطيوه لها كتضربوا في 5 وكتزيد عليها 4 عاد كتعطينا النتيجه. دونك هذه لونطري المدخلات الا عطيناها حنا اكس، هذه المخرجات شنو كتعطينا هي كنتيجه. الا دخلنا لها اكس بحال الآلة كما درنا في الشرح ديال الفيديو الأول على الدوال، بحال واحد الآلة أنت كتعطيها واحد المدخلات واحد المادة أولية وهي تعطيك النتيجة. دونك حنا عطيناها إكس غادي تعطينا خمسة في إكس زائد أربعة، دونك إلا عطيناها صفر
غادي تشد داك العدد الصفر غادي تضربو في 5 وتزيد عليه 4. دونك غادي شنو نكتبو هنا؟ غادي نكتبو 5 في 0 زائد 4. طبيعة الحال 5 في 0 هي 0، 0 زائد 4 تساوي 4. دونك نقول ان صورة العدد الصفر، صورة العدد الصفر بالدالة التآلفية f تساوي 4. عندنا f لواحد، دونك f لواحد. دونك حنا عطيناها العدد واحد، شنو غادي دير هي؟ غادي تشد داك العدد واحد تضربو في 5 وتزيد عليه 4. دونك غادي دير 5 في 1 زائد 4، 5 في 1 هي 5 زائد 4 تساوي 9. شوفوا مثال موالي f لناقص 3. الا قمنا باعطاء الداله العدد ناقص 3، دونك غادي تضرب دائما في 5 وتزيد 4. 5 في ناقص 3 هي ناقص 15، ناقص 15 زائد 4 تساوي، كتبها هنا، ناقص طبيعه الحال 11. حتى الموالي f لناقص 7. دونك الا عطينا الداله حنا ناقص 7، الا عطيناها ناقص 7 هي دائما كدير نفس الشيء، غضرب 5، دونك 5 في ناقص 7 وتزيد 4. دونك 5 في ناقص 7 هي ناقص 35 زائد 4 تعطينا ناقص 31. باقي لنا f ل 5 على 4، f 5 على 4. دونك دائما هي كضرب في 5، 5 على 4 في 5، ثم غادي تزيد العدد 4. دونك 5 في 5 على 4 هي 25 على 4. هاد 4 غادي نحولوها، هادي غتحول هي 16 على 4. جمعوا الدالتين لهما نفس المقام، احتفظوا بالمقام وجمع البسطين. دونك 6 زائد 5 11، 1 زائد 2 3 واحتفاظ 4. دونك النتيجة هي 41 على 4. دونك هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن صورة العدد صفر بالدالة التآلفية f هو 4، صورة العدد واحد بالدالة التآلفية f هو 9، صورة العدد ناقص 3 بالدالة f التآلفية f هو ناقص 11، صورة ناقص 7 هي ناقص 31، صورة العدد 5 على 4 هي 41 على 4. دونك كاين سؤال اخر غادي يقول كما شفنا قبيله في الداله الخطيه، مثلا غادي يقول لك حدد العدد ولا اوجد العدد الذي صورته بالداله f هو، ولا صورته هي مثلا ناقص 1. وهذه الجملة ماذا تعني؟ هذه الجملة كاملة إذا بغينا نترجموها، هذه الجملة حدد العدد الذي صورته بالدالة f هي ناقص 1، يعني ماذا؟ يعني غادي نحل المعادلة، نحل المعادلة f ل x، شكون هو هذا العدد اللي غادي نديرو له الصورة ديالو بالدالة f ويعطينا ناقص 1، بحثوا على هذا x هذا. دونك كنعرفوا الداله f ل x شنو كتساوي، التعبير ديالها نعلم ان f ل x ماذا تساوي؟ تساوي قلنا 5x زائد 4 اللي درنا في المثال، هادي 5x زائد 4 هادي هي f ل x. دونك نعلم ان f ل x تساوي 5x زائد 4، وهنا قالوا لي حل المعادله، يعني شكون هو العدد الذي صورته بالداله f تساوي ناقص 1. دونك في المكان ديال هاد f ل x، في المكان ديال هاد f ل x غادي نعوضوها بهذا التعبير، نعوضوها ب 5x زائد 4. نعلم اذا دونك ما غاديش تبقى لنا f ل x يساوي ناقص 1، f ل x يساوي ناقص 1 غادي تولي هاد f ل x نكتبو في بلاصه 5x زائد 4، غادي تولي 5x زائد 4 غتولي على هذا الشكل، 5x زائد 4 هذه هي f ل x تساوي f ل x هي هذه 5 x زائد 4 تساوي ناقص 1. دونك غادي نمشيو نكملوا هذه المعادله، دونك غادي نولي نكتبها هنا 5 x زائد 4 تساوي ناقص 1، يعني دونك غادي يا اما تنقلوا ولا غادي تضيفوا ناقص 4 لكلا الطرفين ولا ماشي مشكل. دونك غادي تولي لنا 5 x تساوي ناقص 5، دونك هذه زائد 4 الى مشات للجهه الاخرى غتولي ناقص 4، دونك ناقص 1 ناقص 4 هي ناقص 5. باش نتخلصوا من هاد 5 اللي كاينه مع x، غادي نضرب هنا في 1 على 5
ولا ضربت هنا في 1 الى 5 نفس الشيء نديرو للطرف الثاني 1 الى 5. دونك هنا العدد في المقلوب ديالو تعطيني 1، دونك غتولي 1 في اكس تساوي ناقص 1. هنا 5 نقدر نختزلوها مع 5 تبقى لنا ناقص 1. دونك 1 في اكس طبيعة الحال هي اكس، دونك اكس يساوي ناقص 1. دونك العدد اللي كنا كنبحثوا عليه، حدد العدد الذي صورته بالدالة اف هي ناقص 1. شكون هو العدد اللي كنا كنقلبوا عليه؟ هو العدد ناقص 1. تأكد الى بغينا نتأكدوا، خصنا منين نعوضو اكس بناقص 1 شحال خصنا نلقاو في النتيجة؟ خصنا نلقاو ناقص 1. دونك هنا ستان بوان فيكس كيتسمى، دونك عطيو هنا حنا العدد اللي عطيناه لها هي اللي رداتو لنا، ما تغيرش تصاميدا. وي ماشي مشكل، المصطلحات ماشي مشكل، اصلا ما عندكمش هذا المصطلح في البروغرام ديال النقطه الثابته ولا النقطه الصامده بوان فيكس. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نتاكدوا قلنا دونك عندنا اف لي اكس كتساوي 5 اكس زائد 4. دونك لنحسب اف لي ناقص 1 شحال خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو في التالي ناقص 1. دونك اف لي ناقص 1 هي 5 في ناقص 1 زائد 4. دونك هنا عندنا اف لي اكس، هنا عندنا اف لي اكس تساوي 5 اكس زائد 4، يعني الا عطينا الداله اكس عطينا الداله اف اكس هي تعطينا 5 في اكس زائد 4. دابا الا عوضنا اكس بناقص 1 الا عطيناها ناقص 1 عطينا 5 في ناقص 1 زائد 4. سنحسب، دونك 5 في ناقص 1 هي ناقص 5، ناقص 5 زائد 4 مجموع عددين مختلفين الإشارة، أخذ إشارة أبعد مسافة عن الصفر غادي تكون سالبة، لأن يعني 5 أبعد من 4. ثم غتبقى لنا فرق المسافتين، الفرق ما بين 4 و 5 هو 1. دونك النتيجة طبيعة الحال النتيجة صحيحة. دونك العدد الذي صورته بالدالة F هي ناقص 1 هو العدد ناقص 1. العدد الذي صورته بالدالة هي ناقص 1 شكون هو؟ هو العدد ناقص 1. ديرو مثال اخر، ناخذ مثلا الداله الجي دي اكس تساوي مثلا 2 اكس زائد مثلا ولا ناقص، نديرو ديما زائد، نقدر نديرو ناقص 1 مثلا. دونك غادي نحاولوا نعمروا هذا الجدول، هذا عفوا ناخذ واحد الجدول، املاء الجدول التالي. دونك هنا غادي نديرو اكس نجدو اكس، ناخذ بعض القيم بحال غادي نديرو ديك العلاقة ما بين اف، العلاقة ما بين المجموعة اف، ولكن هنا غادي نعبر عليها بجدول. دونك هنا غنديرو اكس هنا جي، قلنا اكس هنا جي لو اكس، نقدرو ناخدو مثلا ناقص 1، نقدرو ناخدو 0، نقدرو ناخدو 7، نقدرو ناخدو 3، نقدرو ناخدو 2، نقدرو ناخدو مثلا 10، نقدرو الامثلة اللي بغينا. دونك حنا الا عطيناها ناقص 1 هي شنو غتعطينا في النتيجه؟ ناقص 1. حنا ملي غادي نعطيوها ناقص 1 هي غتعوض، دونك 2 في ناقص 1 2 في ناقص 1 هي ناقص 2، ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 3. دونك الا عطيناها حنا ناقص 1 هي غتربطو بناقص 3، دونك هنا غادي نكتبو ناقص 3. الا عطيناها 0 2 في 0 0 تبقى لنا ناقص 1، دونك هنا ناقص 1. الا عطيناها 7 2 في 7 2 في 7 14 ناقص 1 هي 13 13. إلا عطيناها 3 2 في 3 6 6 ناقص 1 هي 5. إلا عطيناها 2 2 في 2 4 4 ناقص 1 هي 3. إلا عطيناها 10 2 في 10 20 20 ناقص 1 هي 9 19. دونك هنا اي عدد كنعطيوه لها طبيعة الحال هي كتعطينا عدد اخر. دونك هنا عطيناها ناقص 1 عطاتني ناقص 3، 0 ناقص 1 الى اخره. دونك هنا كما قلنا سابقا ان اعداد السطر الاول واعداد السطر الثاني هي اعداد غير متناسبه، اعداد غير متناسبه. سهله باش تعرفوا علاش، خذوا غير هذا المثال مثلا 0 مع ناقص 1 ومثلا 2 مع 3 باش تعرفوا بلي ان هناك
ولا ليس هناك تناسب، أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني غير متناسب. باش ندوزهم صفر ناقص واحد راه ما يمكنش، صفر ناقص واحد، فاش غادي نضربوا صفر باش نلقاو ناقص واحد؟ لا يمكن. جوج باش نضربوا، باش ندوزو من جوج من ثلاثة ممكن، باش ندوزو من اثنان لثلاثة يكفي أنك تضرب في ثلاثة على جوج، دونك باش ندوزو من اثنان لثلاثة غادي نضربو في ثلاثة على جوج، دونك هاد اثنان اللي مكتوبة هنا إلا ضربتوها في ثلاثة على اثنان تعطيكم ثلاثة، ولكن باش تكون تناسبية، باش يكون الجدول جدول تناسبية، هذاك العدد اللي غادي نضرب فيه اثنان باش نحصل على ثلاثة خص يكون هو نفس العدد اللي غادي نضرب فيه صفر باش نحصل على ناقص واحد، ولكن ما يمكنش إلا ضربنا في صفر فهاد العدد هذا اللي هو ثلاثة على جوج واش غادي نلقاو ناقص واحد؟ طبيعة الحال. دونك هذا الجدول هو جدول لا يمثل علاقة تناسبية، قلنا التناسبية عندها علاقة بالدالة الخطية فقط، دونك الدالة التألفية ما كتعبرناش عليها تمثيل ما كتعبرناش عفوا التناسبية. غادي نحاولو نمثلو كما مثلنا قبيلة، غادي ندير واحد المعلم، دونك غادي نرسم واحد المعلم غير تقريبي، ملي كنرسم غير بيدي و كنكتب غير بيدي بطبيعة الحال. دونك هاد لابليكاسيون اللي كنستعمل ماشي خاصة بالرياضيات، يعني ما فيهاش الأدوات ديال الهندسة، داكشي اللي كنحتاجوه بدقة. دونك عندي او بطبيعة الحال، ان هنا قلنا اي، هنا عندنا جي، هنا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، دونك هنا كنمثلو اكس، هنا غادي نمثلو الصور جي جي لي اكس، دونك هنا كاين اثنان، هنا كاين ثلاثة، هنا كاين أربعة إلى آخره، ناقص واحد ناقص اثنان، نفس الشيء هنا ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة إلى آخره. دونك غادي نرجعو للجدول، دونك العدد ناقص واحد مربوط بناقص ثلاثة، ناقص واحد مع ناقص ثلاثة، دونك حنا عفوا ناقص واحد ها هي وناقص ثلاثة ها هي، دونك ناقص واحد مع ناقص ثلاثة، هنا غادي تجيني النقطة، العدد ناقص واحد ربطوه مع العدد ناقص ثلاثة. مثال موالي، العدد صفر مع ناقص واحد، العدد صفر ها هو العدد صفر، غادي نربطوه مع ناقص واحد، هنا غادي تجيني النقطة هنا. مثال ثالث، مثال ثالث كبير بزاف، غادي نديبا جو في ديباسي في سوتي سيت ايتاب، سبعة تلطاش بزاف، ثلاثة مع خمسة نشوف واش نقدر نمثلها، ثلاثة مع خمسة دونك خمسة اوغوزمون راه كاين هنا، دونك ثلاثة مع خمسة دونك بحال هكذا، هنا ثلاثة مع خمسة، جوج مع ثلاثة، جوج مع ثلاثة هنا غادي تجي، عشرة مع تسعتاش هي غادي نخليوها لأن مكايناش في مقدرش نمثلها دابا. دونك إلا حاولنا نربطو ما بين هاد النقط على مدى سنحصلو بطبيعة الحال، إلا ربطنا ما بين النقاط غادي نحصلو كذلك على مستقيم، إلا حاولتو أنكم تربطو ما بين النقاط تحصلو عفوا على مستقيم. دونك غادي نحاول أنني نربط ما بين النقاط تقريبا، دونك إلا مثلتو بمسطرة داكشي بدقة غادي تلقاو بلي أن النقط اللي غادي نحصلو عليها هي عبارة عن نقط مستقيمة، ولكن الاختلاف اللي كيميز هاد التمثيل للتمثيل ديال الدالة الخطية هو ان الا لاحظتوا ان المستقيم لا يمر من اصل المعلم، هو عبارة عن مستقيم لا يمر من اصل المعلم، ان هذا ديال دالة كتسمى دالة تآلفية، دالة تآلفية فرنسية اون فونكسيون افين، الاخرى الدالة التخطية كتسمى فونكسيون لينير. دونك غادي نستمروا، دونك اعيد الاختلاف ما بين الدالة الخطية والدالة التآلفية في التمثيل المبياني، ان التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية قلنا كيدوز من اصل المعلم، ولكن التمثيل المبياني لدالة تآلفية لا يمر من اصل المعلم. دونك غادي نشوفوا بعض الحالات الخاصة، دونك غادي ناخذوا واحد الداله اللي كتكتب بطبيعه الحال قلنا على الشكل ax زائد b، دونك هذه داله تالفيه
ولكنها يمكن أن تصبح خطية. متى؟ ممكن نفترض أن بي تساوي صفر. إذا كان بي تساوي صفر، شنو غادي تولي؟ غادي تولي لنا إف لي إكس تساوي أ إكس. دونك غادي تولي ماذا؟ غتولي دالة خطية. دونك متى تصبح الدالة التألفية دالة خطية؟ تصبح الدالة التألفية دالة خطية إذا كان بي يساوي الصفر. صحيح؟ هذا هو اختلاف بين الدالة الخطية والدالة التألفية. إذا كان بي يخالف صفر كتسمى دالة تألفية، وإذا كان بي يساوي صفر غادي تصبح دالة خطية. إذا كان أ يساوي صفر، إذا كان أ يساوي صفر شنو غتولي؟ دونك هذيك إف لي إكس اللي كانت كتساوي أ إكس زائد بي غادي تولي تساوي إف لي إكس إذا كان إكس كيساوي، إذا كان أ عفوا إذا كان أ كيساوي صفر، دونك صفر في إكس هي صفر غتمشي غتبقى لنا بي إف لي إكس يساوي بي. دونك هذه كتسمى الدالة ثابتة. ما معنى الدالة الثابتة؟ يعني أن هاد إكس اللي كتعطيه لها نتايا هي كاع ما كتسوقلوش، هي كتعطيك ديما بي. أن إكس، إكس الذي سنقوم بإدخاله للدالة إف غادي تاخدو بعين الإعتبار. مثال مثلا ناخدو مثال ديال إف لي إكس مثلا تساوي إتنان. دونك شكون هو العدد اللي كيف ما كان العدد اللي غتعطيه لها نتايا الدالة، كيف ما كان هاد العدد هذا شنو غتعطيك؟ هي تعطيك ديما جوج، هي كتعرف غير جوج. ناخدو مثال أكثر وضوح، إف مجموعة الأولى مجموعة الثانية، دونك أنا تعطيها نتا صفر هي شنو تعطيك؟ تعطيك جوج. تعطيها واحد شنو تعطيك؟ تعطيك جوج. تعطيها خمسة شنو تعطيك؟ تعطيك جوج. تعطيها ناقص ربعة تعطيك جوج. دونك هي كتعرف غير عدد جوج هو اللي كتعرفو فقط، دونك غادي تعطيك اثنان كنتيجة فقط. دونك مهما كان قيمة العدد إكس، مهما كانت قيمة العدد إكس اللي غادي تعطيه لها، غتعطيك مثلا اثنان. دونك هنا بصفة عامة إذا كانت إف لي إكس تساوي بي، إف لو إكس تساوي بي، هذه كتسمى الدالة الثابتة. إذا كان حتى بي يساوي صفر، إذا كان أ يساوي صفر بي يساوي صفر، غتولي إف لي إكس تساوي أ إكس زائد بي. إذا كان هذا يساوي صفر هذا يساوي صفر، شنو غتولي؟ غتولي إف لي إكس تساوي صفر. وهذي كتسمى الدالة المنعدمة، الدالة المنعدمة. بحال الدالة الثابتة، فقط أن العدد الثابت كيساوي صفر. يعني كيف ما كانت القيمة ديال إكس اللي أنت ستقوم بالإعطاء ديالها الدالة إف، العلاقة إف، هي شنو غتعطيك كنتيجة؟ غتعطيك العدد، العدد صفر، كتسمى الدالة المنعدمة. دونك غادي ناخدو بهاد التمارين. دونك غادي يقول لك مثلا حدد الدالة التألفية إف، حدد الدالة التألفية إف علما أن مثلا إف لي خمسة تساوي أربعة وإف لإثنان تساوي مثلا ناقص واحد. عطاك جوج شروط، ماذا سنفعل؟ دونك هنا غادي نشوفو واحد العلاقة اللي هي مهمة، مهمة بزاف. دونك كنت عطيتها لكم في أكتيفيتي، غادي نبينو بلي أن إلا كانت الدالة دالة تألفية تكتب على شكل أX زائد بي، هادشي كيصلح حتى للدالة الخطية. دونك الا كانت الداله تكتب على هذا الشكل، كيف نحسب ا؟ هذا ال ا هذا كيفاش كنديروا القوه؟ دونك كيفاش غادي نديروا القوه؟ غادي نديروا اف لي تي ناقص اف لي تي بريم مقسوم على تي ناقص تي بريم. دونك شنو كتمثل هاد تي وهاد تي بريم ولا تي والتي فتحه؟ كتمثل اعداد حقيقيه، طبعا خاصهم يكونوا مختلفين. تي والتي فتحه خاصهم يكونوا مختلفين. علاش مختلفين؟ باش تي ناقص تي فتحة ما تعطيناش زيرو، ما نقسموش على زيرو. دونك القسم على زيرو طبيعة الحال غير معرفة، دونك ما نقدروش نقسمو في المقام، ما يمكنش يكون يساوي صفر. دونك غادي نطبقو هاد العلاقة هادي، من بعد نبرهنو عليها في واحد لاكتيفيتي ديجا عطيتها لكم، غادي نحاول نبرهن عليها. دونك غادي نستعملها الآن، نعاودو نبرهنو عليها من بعد. دونك هنا عندنا اف لي خمسة تساوي أربعة، و عندنا اف لي اثنان تساوي ناقص واحد. دونك اولا بما ان اف داله، اف داله تالفيه،
يعني ماذا؟ يعني كاين أو كاين بي، بحيث أن الدالة f ل x تساوي a في x كاين جوج ديال الأعداد، كاين واحد العدد a وكاين واحد العدد b، بحيث أن هذه الدالة هذا هو التعبير ديالها f ل x تساوي a في x زائد b، هذه هي الدالة التآلفية. الدالة التآلفية تكتب على هذا الشكل f ل x تساوي a x زائد b. سنقوم بتحديد a اللي شحال كيساوي a، وسنقوم بتحديد b. دونك ا باش نحدوه كنستعملوا العلاقه السابقه اللي برهنت عليها، اللي هضرت عليها دابا زعما برهناش عليها، نستعملوا هذه العلاقه هذه. دونك ماذا يساوي ا؟ ا يساوي، دونك غادي نستعملوا المعطيات اللي عندنا. دونك داك تي و تي فتحه من غادي نجيبوهم، هاد تي وهاد تي فتحه من غادي نجيبوهم، هذوك تي و تي فتحه هما هادو. هذا هو مثلا تي هو 5، تي فتحه هو 2. دونك شنو غادي نكتبوا؟ غادي نكتبوا ا تساوي اف لي 5 ناقص f لي 2 مقسوم على 5 ناقص 2. دونك هي العلاقه امامنا، f لي تي ناقص f لي تي بريم ديفيزي بار تي موان تي بريم، f لي تي ناقص f لي تي فتحه مقسوم على تي ناقص تي فتحه. دونك هاد تي كيجي تحت منو تي، وهاد تي فتحه كيجي تحت منو تي فتحه. غادي نكملو. شنو كنعرفو على f لي 5؟ f لي 5 كنعرفوه يساوي 4. دونك في بلاصتو غادي نكتب 4 هنا، اف لي 5 غادي نكتب 4 ناقص. شنو كنعرف على اف لي 2؟ اف لي 2 كتساوي ناقص 1، في بلاصتها غادي نكتب ناقص 1، ناقص 1. وفي المقام غادي نحسبو 5 ناقص 2 هي 3. نكملو 4 ناقص ناقص 1، دونك سوستري غانا نوب سيجوتي سون اوبوزي، غتولي 4 زائد 1 على 3. 4 زائد 1 على 3 هي 5 على 3. حنا لقينا ا، لقينا ا. دونك الداله كي غادي تولي؟ غادي تولي اف لي اكس تساوي 5 على 3 اكس زائد بي. باقي لنا دابا ماذا؟ باقي لنا تحديد بي لنحسب، لنحسب بي. دونك عندنا اف لي اكس تساوي 5 على 3 إكس زائد بي، وعندنا مثلا إف لي 5 تساوي 4، وي إف لي 5 تساوي 4. دونك ماذا سنفعل؟ غادي نعوض هنا إكس بخمسة، إكس بخمسة، إذن عندنا 4 اللي كتساوي إف لي 5. ولا عوضنا اكس بخمسة هنايا شنو غادي تولي لنا؟ تولي لنا 5 على 3 في 5 زائد 4. غادي نستعمل هذه مع هذه فقط، هذه ما اللي ما ندير بها دابا، نلعب الدور ديال الوسيط فقط. دونك 4 تساوي 5 في 5 25 على 3، عفوا زائد بي، شي 4 هنا زائد بي. استعملنا هذه، قمنا بتعويض اكس بخمسة، دونك هنا زائد بي. دونك هذا عبارة عن معادلة، هذه عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو بي. دونك هاد 25 إلى 3 غادي ناخدو هاد الطرف اللي على اليسار مع تغيير الإشارة. دونك غادي تولي لنا بي تساوي 4 ناقص 25 على 3، هاد 4 غادي نحولوها غتولي 12 على 3 ناقص 25 على 3 تساوي بي. هذا كيعني ماذا؟ كيعني ان بي تساوي 12 ناقص 25 طبعا هي ناقص 13. عيد، كانت عندنا 4 كتساوي 25 الى 3 زائد بي، 25 الى 3 دينا هذا الطرف الثاني تولي ناقص 25 الى 3، ها هي. دونك 4 غادي نوحدوا المقام طبعا الحال، المقام واحد هو 3، دونك 4 غادي نضربوا في 3 ونقسموا على 3، 4 في 3 12 على 3 هي اللي كتعطي 4 ناقص 25 الى 3. فرق عددين جذري لهما نفس المقام، احتفظوا بالمقام وديروا الفرق البسطين، 12 ناقص 25 هي ناقص 13. وبالتالي كي غادي تكتب لنا هاد الداله اف، وبالتالي اف لي اكس لقينا ا قلنا كيساوي 5 على 3، 5 على 3 هذا هو ا اللي لقيناه اكس. دونك بي حتى هو لقيناه كيساوي بي كيساوي ناقص 13 على 3. هذا هو ا.
هذا هو بيناتهم هنا راه كاين واحد البلوس ما مكتوباش. دونك ا في اكس زائد بي، ا في اكس زائد بي لقينا 5 على 3 استمنا العلاقه نذكر بها استمنا هذه العلاقه هذه دونك هنا فين طبقناها ا تساوي اف لي 5 ناقص اف لي 2 على 5 ناقص 2 ولقينا ا كيساوي 5 على 3. وباش حسبنا بي كيفاش درنا حسبنا بي استعملنا يا اما نستعملوا هذه اف لي 5 تساوي 4 يا اما تستعملوا هذا المعطى هذا اف لي 5 تساوي 4 اولا تستعملوا هذا اف لي 2 تساوي ناقص 1 راه جوج بهم غادي يعطيونا نفس النتيجه غادي يعطيونا بي تساوي ناقص 13 على 3. دونك هادشي اللي كاين في الداله التالفيه كاين يا اما غادي يعطيوك الداله وغادي يطلبوا منك تحسب كما درنا سابقا اولا غادي يقول لك حدد العدد الذي صورته بالداله اف هي غادي تحل المعادله باش تلقى داك العدد ولا غادي يقول لك ارسم ولا مثل الداله التالفيه في المعلم غادي تمثلها غادي يخرج لك مستقيم دونك الا كان بي يخالف الصفر غادي يخرج مستقيم لا يمر من اصل المعلم الا كان بي يساوي صفر غادي يخرج لك داله خطيه يعني مستقيم يمر من اصل المعلم الا كان داله ثابته غادي يخرج مستقيم يوازي محور الافاصيل وإلا كانت منعدمه غادي يخرج بالضبط هو محور الافاصيل. دونك هادو بالنسبه لشي كيخص الداله التالفيه غادي نخصص واحد الفيديو فقط لتصحيح بعض التمارين سواء من الكتاب الدراسي بالنسبه للقسم ديال الثالثه جوج او لا بالنسبه لديك لا سيري السلسله اللي عطيتها للثانيه الثالثه دولي عفوا.